السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، يجعلها سنة سعيدة عليكم يا رب العالمين، فرح قلوبكم يا رب ويسعدكم جميعا يا رب، يجعلها سنة سعيدة على المسلمين وعلى أمة محمد يا رب العالمين. النهاردة يا حبيبي احنا نتكلم عن رموز الصلح في المنام، بين الزوج والزوجة، بين الحبيب وحبيبته، بين الخطيب وخطيبها، بين الست المطلقة وزوجها، بين الزوج والزوجة لو بينهم مشاكل. ايه هي يا جماعة دي؟ هو رد السلام. رد السلام لو طلقت شفتيه في المنام ان هو بيقولك السلام عليكم او بيرمي عليك السلام وانت رديت، ده الصلح، هيحصل صلح بينك وبين طليقك، المشاكل هتنتهي. لو شفت نفسك ان انت اتجمعتي معاه في اوضة ما حدش فتح لكم الباب، اللي هو الجماعة يعني يا جماعة، لو شفت نفسك اتجمعتي معه ما حدش فتح لكم، يكون صلح، وصلح اكيد يعني صلح، هيبقى قرب الصلح وتنتهي بين كل المشاكل بإذن الله. طيب بين الخطيب وخطيبته، لو شفت ان هو بيرمي عليها السلام او هي بترمي عليه السلام وردوا على بعض، ده صلح. بين الحبيب وحبيبته، لو شافت ان هي بترمي عليه السلام او هو بيرمي عليه السلام، بيرمي عليها السلام، ده صلح. لو شفتوا نفسكم على مائدة بين حد انتم متخاصمين معاه، قرايبكم، اصحابكم، زوجك، اهل زوجك، فشفتوا ان انتم على مائدة فده بيبقى صلح، وصلح اكيد صلح قريب جدا. طيب القبلة يا جماعة، لو شفت نفسك ان انت بتقبلي جوزك او بتبوسيه وتحضنيه، ده صلح، او هو بيبوسك ويحضنك، ده صلح. المطلقة لو شافت هي بتحضن جوزها وبتبوس، ده صلح. الابتسامة يا جماعة، لو شفت ان انت بتبتسمي مع حد انت متخاصمة معاه او زعلانة منه، صلح، دلل على الصلح. الحضن يا جماعة، لو شفت انت بتحضني حد وتكوني انت متخاصمة معاه وزعلانة منه في المنام، اعرفي ان انت هتتصالحي مع الشخص ده او الناس دي او اللي انت متخاصمة معاهم. الصلاة يا جماعة، الصلاة دي قضاء حاجة، صلح، حاجة ان انت عايزاها تقضالك. الاتنين لو في يعني في طلاق بين اتنين وشافوا الاتنين بيصلوا مع بعض، ان شاء الله ربنا يجمع ما بينهم تاني ويرد دينهم ويفك دقتهم ويجمع ما بينهم بإذن الله، لأن الصلاة قضاء دين، سد دين، فك ديقة، قضاء حاجة. الهدايا يا جماعة، الهدايا لو شفت ان انت بتهدي حد وانت متخاصمة معاه، ده صلح. جوزك جايبلك هدية وانت متخاصمة معاه، عرف ان هو في المنام وبديك الهدية، عرف ان انت هتتصلح. الخطيب لو جاب لخطيبته هدية، ده صلح. الحبيب لو بدي حبيبته هدية، ده صلح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ هادوا تحبوا. فالهدية دل على الصلح والمودة والمحبة بين الناس وبين بعضهم، فدي الرموز يا جماعة اللي دل على الصلح. والله أعلى وأعلم، واللي عنده أي استفسار أو أي رؤية إن شاء الله بإذن الله يكتب لي تحت الفيديو في الكومنتات من تحت، إن شاء الله أنا هكون معكم وهرد عليكم بإذن الله. ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس يا جماعة.